أهلا بكم. تربط السنغال والمغرب علاقات ضاربة في القدم على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والدينية، وتعد هذه العلاقات مثابة نموذج يحتذى به للتعاون جنوب جنوب والتكامل بين الشعوب الإفريقية. للحديث عن هذه العلاقات دعوني أرحب بالسيد مصطفى النياس، الممثل السامي لرئيس الجمهورية السنغالية ماكي سال. لقد شغلتم في الماضي منصب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال، كما تقلدتم منصب وزير في الحكومة السنغالية عدة مرات. شكرا لكم على قبول دعوتنا سيد نياس. شكرا جزيلا، يسعدني أن أكون متواجدا في هذا اللقاء للإجابة على أسئلتكم كصديق للمملكة المغربية، وسأقولها بكل تواضع، صديق للعائلة الملكية في المغرب. صحيح أن الأسئلة التي ستطرحها علي كانت موجهة إلى السيدة عائشة تالسال وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية السنغال، لكنني سأجيب على أسئلتكم كصديق المملكة المغربية وللعائلة الملكية، وأنا فخور بذلك. إنه لمن دواعي سرورنا. إذن كما أسلفت الذكر، تنسج السنغال والمغرب منذ القدم علاقات أخوة جد خاصة، حيث يجمع هذان البلدان الكثير من القواسم المشتركة. هل حدثنا عن رؤيتكم إزاء هذه الروابط الفريدة التي تجمع بين دولتي المغرب والسنغال؟ Donc plusieurs siècles avant même que le Sénégal n'ait été colonisé par la France. تعلمون جيدا أن الروابط بيننا ظلت قائمة منذ عهد المرابطين، أي منذ عدة قرون قبل الاستعمار الفرنسي لدولة السنغال. لقد ظل المغرب هو الراعي الأول لدولة السنغال إلى جانب فرنسا عندما تم قبول السنغال كعضو جديد في الأمم المتحدة سنة 1960. لطالما كانت السنغال تحظى برعاية من لدن المغرب وفرنسا، هذه الأخيرة التي حررنا أنفسنا منها للتو، وبالتالي ظل الارتباط بيننا وبين المغرب جد متين منذ أيام ما قبل استقلالنا إبان عهد الراحل الملك محمد الخامس، ثم تسلم الحسن الثاني زمام السلطة اعتبارا من فبراير سنة 1961. واستمرت هذه العلاقات الطيبة بيننا حتى شهر يوليوز سنة 1999، تاريخ انتقال الراحل إلى رحمة الله. وبعد 3 أيام تولى جلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم وأصبح ملكا للمغرب. تذكير مهم بوقائع تاريخية للبلدين إضافة لتلك الروابط بين المغرب والسنغال السالفة الذكر. لقد حافظتم في الآن نفسه على علاقات أخوة متميزة مع الملك الراحل الحسن الثاني ومع المغرب. هل حدثنا عن مقومات الصداقة المغربية السنغالية؟ تعلمون جيدا أن هذه الصداقة هي قائمة على الثقة المتبادلة والمتينة والمتعددة الأوجه والأبعاد. تأسست أولا على ظلال الإسلام والقرآن الكريم، ثم على المشترك الإنساني والذي يتجلى في الكرم والثقة المتبادلة وإرادة تطبيق تعاليم دين الإسلام. Au-delà de la confiance mutuelle et la volonté d'appliquer les préceptes de l'islam et les enseignements du Saint-Coran. لقد كان الراحل الملك محمد الخامس على قيد الحياة عندما حصلت السنغال على الاستقلال، حيث أنشأ المغفور له آنذاك مجموعة ضمت عددا معينا من الدول بما في ذلك السنغال، بالإضافة إلى مجموعة مونروفيا المعروفة بالدول الإفريقية المستقلة التي أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية شهر ماي سنة 1963. وعليه فالمغرب والسنغال مدرجان في القائمة التاريخية الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة الإفريقية. لقد قال المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني سنة 1989 الآتي: السنغاليون هم إخواننا
وعلى الرغم من أنه لا توجد لدينا حدود مشتركة مع دولة السنغال، فنحن بلد واحد. إن قولة الراحل هذه تعكس بدقة هذا الانسجام بيننا، وهذا النهج الذي تطرق له الحسن الثاني يشبه في تجلياته دلافين البحر تلك التي تقفز على نفس الارتفاع دون أن تلمس بعضها البعض، وهي أشبه بالسنغال والمغرب. لقد صادف وأن عشت لحظات استثنائية عندما قامت الرئاسة السنغالية بإرسالي إلى المغرب كممثل لدولة السنغال وأنا ذو 29 من عمري، حيث كلفني الرئيس سيدار سنغور آنذاك بتمثيله أمام جلالة الملك الراحل الحسن الثاني. هكذا سنحت لي تلك الفرصة بالتعرف عليه ومناقشة أمور مهمة نيابة عن رئيس سنغور، حتى أن جلالة الملك الراحل الحسن الثاني طلب من الرئيس سنغور أن يرسلني إلى الرباط ليخبرني بأشياء بغية تبليغها للرئيس سنغور. في أكثر من مناسبة أمن لي المغفور له الحسن الثاني التنقل صوب المغرب بغية مزاولة أنشطة رفقة العديد من الوزراء المغاربة. تعتبر السنغال اليوم الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في غرب إفريقيا، كما أن البلدان مرتبطان بروابط دينية قوية. ما الذي يبرر في نظركم هذه الشراكة بين السنغال والمغرب؟ يكمن السر في تلك الرفقة الطيبة التي أنعم الله علينا بها. فطيلة 63 عاما من استقلال السنغال لم نواجه أي خلاف مع المغرب حول القضايا المتعلقة بالطوارئ الإفريقية، ودعم المغرب والسنغال بعضهم البعض لسنوات. فيما يخص قضية الصحراء، تقف السنغال إلى جانب المغرب بأوضح صورة دون أي غموض، وذلك لأن البلدان يتقاسمان نفس القيم الإفريقية والإسلامية وفق احترام وصية الله والإسلام والدين المقدس، مع الانفتاح على الديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية. هذا هو المغرب وهذه هي السنغال، حيث بقدر ما يخضع السنغاليون لتوجيهات الرئيس ماكي سال، فإننا نؤمن أيضا كسنغاليين بأننا رعايا جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين. فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية، قامت السنغال مؤخرا بافتتاح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمغرب، والملك محمد السادس تماما مثل نظيره السنغالي ماكي سال يؤمن بإفريقيا غير مقيدة تدعم نفسها بنفسها، وبالتالي اتجه المغرب لمزيد من التكامل الإفريقي اليوم من خلال تعزيز التعاون جنوب جنوب. ما رأيكم إزاء هذا الموضوع كرجل دولة؟ دعني أولا أحيي سياسة جلالة الملك محمد السادس وصداقته الشخصية مع الرئيس ماكي سال وكل هذه الروابط القائمة بين البلدين. هناك نوع من التوازي بين ما نقوم به معا، كما أن هناك انسجام معين بين ما تفعله السنغال وما يفعله المغرب. إذا ذهبت إلى الغابون كذلك ستجد نفس الروابط بين ليبروفيل والرباط وفق سيناريو مغاير، لكن يصب في قالب نسج روابط الصداقة والأخوة. الأمر سيان تجاه الكونغو والكاميرون والنيجر ومالي ودول إفريقية عديدة مع المغرب. لقد شيد جلالة الملك الحسن الثاني في عامي 1983 و1984 59 فيلا من أجل عقد قمة منظمة الوحدة الإفريقية في دولة غينيا، لكن لم تعقد هذه القمة آنذاك بسبب وفاة الرئيس أحمد سيكو توري
وصدقوني عندما طرحت السلطات الغينية في ذلك الحين السؤال الآتي: ماذا سنفعل بهذه الفيلات؟ كنت حاضرا وقتها في القصر الملكي بفاس مع صديق النقيب فاسين توري الذي تم تعيينه بعد ذلك وزيرا للخارجية بغينيا. أحضرته بنفسي لمقابلة الملك الحسن الثاني في القصر عندما استضافت مدينة فاس مؤتمر للدول الإسلامية، وحول مسألة ما يجب أن تفعله غينيا بهذه الفيلات. قال له الراحل الحسن الثاني: إنني أقدمها لكم كهدية للشعب الغيني. هذه الفيلات لا تزال موجودة اليوم في كوناكري وتدعى بفيلات منظمة الوحدة الإفريقية. صحيح لم تعقد القمة هناك، لكن جلالة الملك أبى إلى أن يهدي للشعب غينيا الشقيق تلك الهبة. المغرب اليوم مثله مثل السنغال، يعمل بجد بغية تعزيز التضامن الأفقي والعمودي الذي يجب أن يكون دعامة للصداقة والتضامن بين الشعوب الإفريقية. ويواصل المغرب مع السنغال ومع البلدان الأخرى تكثيف الجهود حتى يصبح الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الإفريقية التي حلم بها العديد من القادة الأفارقة حقيقة على أرض الواقع. هذا سيحدث، لا أعلم متى، ولكن هذا سيحدث بالتأكيد. دعنا ننظر إلى التكملات الإقليمية اليوم. لا أحد يجادل في هذا الواقع الجغرافي والجيوسياسي الذي جعل من إفريقيا تتكون من 5 مناطق: شمال إفريقيا، جنوب إفريقيا، شرق إفريقيا، إفريقيا الغربية ووسط إفريقيا. هذه المناطق شكلت كيانات عالمية ومنطقية ومنظمة. وحتى لو لاحظنا في بعض هذه المناطق بعض المشاكل القائمة بين الدول المجاورة، لكن على العموم هذه المناطق الخمس ستحقق الوحدة الإفريقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وذلك للمضي قدما نحو فكرة الولايات المتحدة الإفريقية. دائما ضمن فكرة التكامل الإفريقي أكمل الرئيس ماكي سال لتوه ولايته على رأس منظمة الاتحاد الإفريقي، وهي ولاية ظلت غنية إلى حد ما، حيث نصب خلالها نفسه محاميا للقارة برمتها في مختلف القطاعات على الصعيد الدولي. ما هو تقييمكم اليوم تجاه ولاية الرئيس على رأس هذه الهيئة القارية؟ تعلمون جيدا أن الرئيس ماكي سال ظل متعبئا بشكل خاص لمدة 12 شهرا حيث زار القارات الخمس وتحدث نيابة عن إفريقيا وخدمة لها. ذهب لمدينة سوتشي الروسية بغية لقاء نظيره الروسي بوتين عندما تمت محاصرة الموانئ الأوكرانية وتعطيل حركة سفن الحبوب لأسابيع بسبب الصراع المندلع بين روسيا وأوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي. لقد تحدث مع نظيره الروسي لمدة 4.5 ساعات. الأمر الذي يمكن اعتباره إنجازاً لرؤساء الدول الإفريقية وتكريماً لإفريقيا. لقد طرح كل الاحتمالات أثناء نقاشه مع رجل مقتنع بقيم الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح العليا للسلام والأخوة والتضامن بين الشعوب. وبعد بضعة أسابيع من هذا اللقاء عقد في إسطنبول التركية اجتماع وقع خلاله الرئيس بوتين على العقد الذي ينص على فتح الموانئ واستئناف الحبوب حركتها التجارية نحو جميع وجهات العالم، حيث يعلم الجميع أن أوكرانيا وروسيا تنتجان أكثر من 40% من الحبوب التي يتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم. لقد أقدم الرئيس السيد ماكي سال على فعل كل ذلك باسم إفريقيا من أجلها ومن أجل العالم بأسره كذلك، كما جالس قادة وزعماء مجموعة 20، هذه المجموعة التي تناقش حاضر ومستقبل العالم برمته، دون أن ننسى كذلك قمة داكار للأمن العالمي والسيادة الغذائية في إفريقيا، حيث ظلت القمتان فرصة تحدث من خلالهما السيد الرئيس مع مختلف المحاورين باسم إفريقيا. لقد التزم السيد الرئيس تجاه قضايا عديدة أذكر منها تشغيل الشباب وإدماجهم، بالإضافة إلى المطالبة بمعاملة متوازنة وعادلة في العلاقات المالية الدولية، حيث انخرط ماكي سال في هذه المعركة باقتناع، واليوم ستستمر الجهود مع خليفته
رئيس جمهورية اتحاد جزر القمر الذي سيتولى رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي. du traitement équilibré et juste dans les relations financières internationales. Ce combat-là, le président Macky l'a engagé avec une conviction extraordinaire. لطالما أمن ماكي سال بالتدبير المتوازن والجيد لموارد الثروة السمكية للبلدان الساحلية من طنجة إلى ناميبيا على ساحل المحيط الأطلسي بأكمله، ثم من مصر إلى أسفل الصومال وإثيوبيا وكينيا إلى الموزمبيق. sur toute la côte atlantique et puis dans l'océan Indien depuis l'Égypte en descendant Somalie Éthiopie Kenya jusqu'au Mozambique. هذا النضال قاده الرئيس ماكي سال من أجل إفريقيا ونيابة عنها ونجح في ذلك. Et je pourrais être encore plus exhaustif, je pourrais être encore plus objectif en vous disant que dans tous les cas de figure, le mouvement est lancé. Voilà 12 mois d'une intense activité diplomatique. ودعني أكون موضوعيا بإخبارك أن هذا النضال المكثف الذي شهدناه السنة الماضية لن يتراجع ولن يتوانى. نضال متميز حول القضايا السياسية المتعلقة بالسلم والأمن والعلاقات الودية بين الدول المجاورة، وكذلك في المجال الاقتصادي والأمن والثقافي، حيث تظل إفريقيا مهد الحضارات وكيانا عالميا له هويته الخاصة ويجب الاستماع إليه بكل تأكيد. فيما يخص قطاع التعليم، يدرس أكثر من 3000 طالب سنغالي في المغرب، بينما يدرس في السنغال 1500 طالب مغربي. يشعر السنغاليون في المغرب بأنهم في وطنهم، ويشعر المغاربة في السنغال أيضا بالأمر نفسه. كيف يمكن في نظركم تعزيز هذه العلاقات الإنسانية العميقة القائمة بين شعبي بلدينا؟ لقد تواجدت في المغرب شهر أكتوبر الماضي لمدة أسبوع، حيث أرسلنا الرئيس ماكي سال لتمثيله في ندوة دولية حول الحكامة الرشيدة ودورها في التنمية، وهي ندوة كان من المقرر أن يرأسها كل من ماكي سال وجلالة الملك محمد السادس، لكن تعذر عليهما الحضور معاً. كما أنني حضرت شهر دجنبر الماضي بمدينة فاس حفلاً بمناسبة تخليد الذكرى 20 لوفاة الراحل الصحفي القدير مولاي أحمد العلوي، وبالتالي أعتقد أنني قمت بضخ نفس جديد في علاقاتنا الثنائية. أعتقد كذلك أن بلادنا شهدت تطورات هائلة في عهد الراحل الحسن الثاني، ثم كذلك منذ تولي ابنه المنعم زمام السلطة. أنا فخور دائما بالذهاب إلى المغرب بصفة سنغاليا وإفريقيا، حيث أرى التقدم الذي تم إحرازه هناك، والأمر سيان هنا في السنغال، فقد سهر المغرب على تبني عدة أوراش في دولة السنغال. يتعلق الأمر بمطار بليس دياغني الدولي وملعب عبد الله واد ومارينا وتلك البنى التحتية الخاصة بكرة السلة والعديد من المشاريع الأخرى. عبد الله واد، regardez la marina، regardez le l'infrastructure qu'il a construite pour le basket de manière polysport d'ailleurs parce qu'il y a d'autres sports qui s'y font. هناك بالفعل تشابه بين بلدينا يتطور بانسجام وفق تضامن أفقي وعمودي، وهذه هي مقومات الصداقة المغربية السنغالية. دعني أقول إن التوسع نحو البلدان الإفريقية الأخرى جاء من خلال ما تم بناؤه بين داكار والرباط. لقد نهل جلالة الملك محمد السادس أصول المسؤولية والحكم الرشيد من والده الجليل المغفور له الحسن الثاني،
وسأقول أيضا إن العلاقات النموذجية بين المغرب والسنغال ستكون بمثابة خريطة طريق للقارة الإفريقية برمتها. العلاقات بين المغرب والسنغال ضاربة في القدم، وهي كما أسلفتم الذكر مبنية على أسس متينة تمس القرابة والدين، وبالتالي تحتل الروابط الدينية مكانة مهمة في هذه العلاقات. هل حدثنا عن تأثير الدين إذن، وكيف يساهم العامل الديني في تقوية الروابط بين هذين الشعبين الشقيقين، سواء من خلال الطريقة التيجانية أو من خلال مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة؟ تعلمون جيدا أنه في عام 1963 افتتح جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني مسجد دكار الكبير الذي بدأ تشييده في عهد والده محمد الخامس. وبعد 3 سنوات من استقلالنا وبعد 2 فقط من تولي الحسن الثاني مقاليد الحكم في المغرب، جاء افتتاح مسجد دكار الكبير الذي كان أحد أكبر المساجد في القارة الإفريقية آنذاك. ومنذ ذلك الحين في كل مرة يتم فيها تنظيم احتفالات دينية في السنغال يتم تمثيل جلالة الملك بوفد مغربي، حيث تم تنظيم حفل ديني وثقافي مهم في دكار في الآونة الأخيرة من قبل الأسرة العمرية التي تنتمي إليها والدتي. وحضر تلك الفعاليات وزراء مغاربة وعلماء من المغرب خلال الأيام 7 التي استمر في هذا الحدث. وعندما تكون هناك احتفالات في طوبة أو في تفوان أو في أي مكان آخر، يظل المغرب دائما حاضرا. لقد بنى المغفور له الحسن الثاني في القرية التي ترعرع فيها جدي مسجدا، ثم لبى نداء ربه قبل أن ينهي المهمة. وعندما أتيت إلى المغرب لتقديم التعازي لجلالة الملك محمد السادس في وفاة والده، صافحته في الرباط يوم جنازة الملك الحسن الثاني، فقال لي: مصطفى، والدي أخبرني قبل 10 أيام أن أكمل كل أعمال التشييد والتشطيب بذلك المسجد. وفي تلك اللحظة أرسل جلالة الملك محمد السادس فريقا مغربيا جاء لمدة 18 شهرا وقام بتجنيد بعض السنغاليين، واستغرق الأمر 2 لإكمال مشروع بناء ذلك المسجد. وبالتالي هنا تتضح متانة الروابط الدينية للتضامن الإسلامي القائم بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال. دعني أضيف أيضا كم عدد الأطباء المغاربة الذين تم تكوينهم في السنغال. مع كل بداية موسم جامعي يأتي المئات من الطلبة المغاربة رجالا ونساء للحصول على تكوين أكاديمي في جامعة دكار، إحدى الجامعات الطبية المفضلة لدى الطلبة في المغرب، حيث تخرج منذ أسبوعان 285 طبيبا، ورأينا بينهم عددا مهما من المغاربة. هذا يجعلنا فخورين بكوننا سنغاليين، وهذا بمثابة فخر للمغاربة أيضا. عندما تكون سنغاليا وتذهب في المغرب لزيارة طبيب أسنان أو طبيب عيون أو جراح، فهناك فرص أن يخبرك الطبيب بأنه قد تلقى تكوينه في السنغال. في مواجهة تصاعد التطرف والعنف في جميع أنحاء القارة، تعد مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة اليوم حلا لمحاربة هذا التطرف. تتلمذت في الواقع أنا وإبراهيم ديوب على يد الشيخ إبراهيم نياس عمي، والذي ظل رئيسا لرابطة علماء المغرب والسنغال لسنوات قبل أن يلبي نداء ربه قبل 7 أو 8 سنوات. يتعلق الأمر برابطة إسلامية منظمة ومنفتحة وفعالة تهدف إلى محاربة التطرف والعنف الأعمى الذي يضر بالإسلام، لأن الإسلام الحقيقي ليس بالعنف أبداً.
الإسلام الحقيقي يطمح للسلم والتفاهم والتعاون، وفي هذا الصدد تتعاون السنغال والمغرب كل يوم على مستوى رؤساء الدولتين وعلى مستوى الشعبين، وأنا متأكد أن هذا التعاون يلهم العالم الإسلامي والعالم بشكل عام، اليهودي والمسيحي معا، حتى يستمر السلام والوئام والتفاهم والتضامن في عالم اليوم المليء بالمخاطر العديدة والمتعددة. La concorde, l'entente et la solidarité continuent de prévaloir. لكن المغرب والسنغال يدا في يد مع دول أخرى من نفس المنطقة سينتهي بهم المطاف بشكل متفرد ومتميز. Finirons par triompher, inshallah. شكرا لكم سيد مصطفى نياس على الترحيب بنا هنا في منزلكم خلال هذا اللقاء الخاص. أذكر بأنكم ممثل السامي لرئيس الجمهورية السنغالية ماكي سال، وكنتم أيضا رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال ووزيرا في الحكومة السنغالية عدة مرات. شكرا لوجودكم معنا. أشكركم جزيل الشكر وأشجعكم على هذا العمل الذي تقومون به للتواصل ونقل المعلومات بذكاء، الأمر الذي يجعلنا نفخر بالسن الذي نحن عليه اليوم. شكرا لكم مشاهدينا، وفرجة ممتعة على قناة ميديا أنتيفي.